مواضيع الليبر وين نمشي نوعا ما بسرعه. من اهم مواضيع الليبر اللي هي الكانسرز الموجوده في الليبر. في عندنا بناين تيومرز بالليبر، من اهمهم والموست كومن اللي هو الهيمنجيوما. اللي بدنا نتذكره عن الهيمنجيوما انه راح تكون الصوره زي هيك او هيك، ويكون واضح فيها انه في عندنا بروبلم بالبلد فيزلز. هاي المشكله فيها تو فاريانتس، اما ان تكون بالكابيلاري او بالكابيلاريس بتكون جاينت، وهي بتكون مور كومن الكابيلاري تايب. ومن الاشياء المهمه اللي بدنا نعرفها انه الهيمنجيوما هو الموست كومن بناين تايب. الشيء اللي بدنا نتذكره ونضل حافظينه اللي هو هذا السؤال، رح يجي يحكي لك هل بتقدر تعمل بايوبسي لبيشن عنده هيمنجيوما؟ كلا، ولا يجوز انك تعمله هيمنجيوما، لانه هو كونترا انديكيتد، لانه ريسك زي ما حكيت بالبليدنج والهيمنج. فشو الالترنتيف اللي بدك تعمل له؟ ايمجينج، راديولوجي، الترا ساوند وام ار اي، هذول هم الايمجينج موديلتيز لحالات الهيمنجيوما. الشيء اللي مش موجود بالسماوات ومحداش ذكره غير الدكاتره في عده مرات في الرندر، وهو هذا ممكن يكون السؤال الصعب اللي يخرج من باب السنوات، اللي هو يجي يحكي لك بيشنت بريزنتد وذ هيمنجوما، وكان هذا البرزنتيشن تاعه وحضر بهذا الشكل، وعملت له كاونت للبليتلتس، ولاحظت انه عنده ثرومبوسايتوبينيا، ولاحظت انه عنده مشكله بالكواجيوليشن، وعنده كواجيولوباثي. شو المرض هذا؟ هذا شيء اسمه كازباخ ميريت سيندروم، انه البيشنت بكون عنده هيمنجوما مضافا اليها بصير في عندنا كونسومشن في البليتلتس والكواجيوليشن فاكتورز، وبالتالي بصير في عنده كواجيولوباثي اللي هي كازباخ ميريت سيندروم. لو اجى هذا السؤال، هذا هو السؤال اللي راح يكون صعب تاع الامتحان، اللي هو زي داستر جوبر. ايوه داستر جوبر بالاطفال. الفكره انه بيكون هذا البرزنتيشن هيك شكل البيشنت، بيكون ناتج عن هيمنجيوما مصاحب لها كونسومشن. النوع الثاني ومن اهم الاشياء اللي نتذكرها في قضايا الليبر تيومرز اللي هي انه لهم ريليشن بالاستروجين، تمام؟ فالبيشنتس اللي بياخذوا اورال كونتراسبتيف استروجين اورال كونتراسبتيفز ممكن يصير عندهم هاي الانواع من التيومرز، اللي هم تحديدا نوعين. النوع الاول اللي هو فوكال نودال هايبربليزيا، والفوكال نودال هايبربليزيا سهل عنه بالسنوات. كان السؤال كالتالي، جايبين صوره وفي هاي الصوره بحكي لك شو الشيء الكلاسيكال فايندينج بالسي تي لازم تحكي له ليفر ماس والسنتر سكار. السنتر سكار هي النقطة المحورية في حالات الفوكال نودال هايبربليزيا. شو الريسك فاكتور؟ السؤال الثاني ان نحكي له استروجين اورال كونتراسبتيف اتس نوت بري مالينجنت، وبالتالي تذكرنا الهيمنجيوما كازباخ ميريت. هون بنتذكر الاستروجين، السنتر سكار، ونتذكر ان هي ما الها ريسك او نوت بري مالينجنت، تمام؟ شو التريتمنت؟ نعمل له او نعمل له انه بنعمل له اكسجينال بايوبسي، اوبن اكسجينال بايوبسي، تمام؟ النوع الثالث والاخير للبناين تيومرز، وهذا اللي نتذكر فيه شيء مهم جدا اللي هو الادينوما. الادينوما الصوره ممكن يجيبوا لي اياها زي هيك ويقول لنا وات از ذس، ذس از هيما ادينوما. شو الشيء الثاني المهم نكون عارفينه؟ انه ات كانز ريسك اوف بيكامينج ا كانسر. وبالتالي ثلاث انواع، اولهم والموست كومن هيمنجوما، النوع الثاني اللي هو الفوكال نودال هايبربليزيا، السي تي فايندينج بالفوكال نودال هايبربليزيا اللي هي السنترال سكار. هون المشكله الرئيسيه والشيء اللي بدنا نتذكره ريسك اوف بيكامينج كانسر بحالات الادينوما. شو الريسك فاكتورز بشكل عام لحالات البناين؟ اللي هو البيرث كنترول بيلز والفيميل وعلاقته الكبيره مع الاستروجين. ننتقل لموضوع اخر واللي هو موضوع الهيليسيس. موضوع الهيليسيس مهم مهم مهم، تكمن اهميته انه بنسال في كثره، تمام؟ ممكن يكون يصير في عندنا برزنتيشن حالات هايدات السيست. شو اهم الاشياء اللي اعرفها عن هايدات السيست؟ اول شيء انه الهايدات السيست هي موجوده ناتجه عن مايكرو اورجانيزم واللي هو الايكينوكوكس جرانيولوسس او ايكينوكوكس مالتي اوكيولاريس. النقطة الثانية واللي حكى لنا اياها الدكتور احمد اللي هي لو اجى بيشنت عنده هايدات السيست من بين الاورجنز المختلفة بالجسم، بس تو اورجنز بدك تفحصهم. شو هم التو اورجنز ذات يو هاف تو انفستيجيت البيشنت عنده هايدات سيست او شكل هايدات سيست؟ ليفر اند لان، هم الموست امبورتنت تو سايتس انك تعملهم ايمجينج. النقطة الثانية انه هذا السؤال بالسنوات اجى وحكى لنا احكي لنا او اوصف لنا الهايديتد فلويد. هذا سؤال بالسنوات هيك بالضبط characteristics of the hydrated fluid. بداية لازم توصف انه colorless، انه ممكن يظهر بهذا الشكل، انا حطيت هذا اللون بتاعه يعني يظهر هذا الشيء. ايضا alkaline، وبالتالي اوبل قد يكون اوبل او colorless ويكون alkaline، تمام؟ هذا الجواب بتاع السنوات. النقطة الثانية بدنا نعرفها انه الاجزاء تاعت الهايدريتد سيستم. فزي ما اتفقنا انه هذول اسئلة السنوات كانوا حاطين تعليمي على A وB، وبيحكي لك شو هذول التو سايتس. في عندنا منطقة اسمها البيني سيست،
والبي هي الدوتر الدوتر سيلز تمام. والدوتر سيلز هم الشيء الاكتس او الشيء اللي بيؤدي الى حدوث المشكله في الهيدرسيس. شو الكومبليكيشنز للهيدرسيس؟ من اهم الكومبليكيشنز انه ممكن يصير لها انفكشن فتتحول وتصير فيها الابسس، ممكن يصير عليها ربطشة وتبقى وتنتقل الى مناطق، وهسه رح نحكي عن انتقال هذه المناطق من بيليان 3 او بلورا او بريتونيوم، ايضا انفلاكتيك شوك والاوستراكتيف جوينتس. السؤال الثاني اللي بيسالوه، احنا هون عملنا سي تي والتراساوند، شو في شيء اسمه او بايوكيميكال اكزام ممكن نعمله اللي هو الالاكسا تمام؟ فكان السؤال بيحكي لك وات از ا بايوكيميكال او ممكن تعمل او لاب انفستيجيشن اللي هو الالاكسا تيست تمام؟ الامر الثاني اللي بيهمهم يعرفوه وهي السؤالات الزرقاء هذه السنوات اللي بيحكي لك انه لو هاي السيست انفجرت في المناطق التاليه شو او المشكله اللي ممكن تصير؟ على سبيل المثال لو انفجرت في البريكارديوم ممكن تعمل بريكاردايتس، لو انفجرت في البريتونيوم ممكن تعمل بريتونايتس، لو انفجرت في البيليال 3 ممكن تعمل لها كولنجايتس والفاسكولار انفلاكسس. وبالتالي الشيء اللي بدنا نعرفه مكان انفجار هذه السيست هو الكومبليكيشن بناء عليه وهكذا. الشيء الثاني او الموضوع الثاني اللي نحكي عنه وهذا السؤال الثاني ممكن يكون زي جماعه التجربه واللي هو صعب اللي هو البيكويث وايدمان سيندروم. البيكويث وايدمان سيندروم هي عباره عن كونجنتال او ديفلوبمنت كونجنتال ابنورماليتي في الديفلوبمنت كانز ريسك اوف كانسرز، وتحديدا ومن اهم هاي الكانسرز الويلمز تيومر تمام. فاذا اجي حكى لنا انه شو في عندنا مشكله ممكن يكون اسوسييتد بالويلمز تيومر نحكي له بيكويث وايدمان، هو ما راح يجي يحكي لنا، هو راح يجيب لنا هاي الصوره بيحكي لنا شو المشكله اللي توقعها عند البيشنت. فبدايه بنلاحظ بالصوره انه عنده ماكروسوميا ماكروبلوسيا وأورجانوميجالي، وبالاضافه انه عنده ابدومينال وول ديفكتس، وتحديدا انو من الابدومينال وول ديفكتس بكون عنده انفالوسيد، لان الانفالوسيد هي اللي عندها ريسك اكثر مع الهاك وامبرونيال تيومرز. شو اكثر تيومر بتكون اسوسييتد معه؟ نيفروبلاستوما، هيباتوبلاستوما، نيوروبلاستوما. شو الميوتيشن اللي موجوده؟ بالويلمز تيومر 2 ميوتيشن، وبالتالي دبليو تي جي ميوتيشن هو الاكثر انه يصير فيه هذا البيكويت وايدمان. وبالتالي هذا السؤال الثاني او الاخر اللي نتوقعه مع الكاس داخله. ننتقل لموضوع نتحدث عنه سريعا واللي هو ان البيشنت بريزنتس وذ انيكماس. هذول النيكماسز قد يكونوا كونجنتال، والمقصود بكلمه كونجنتال ليس فقط انها افتر بيرث مباشره، وانها ممكن تكون ات بيرث او ليتر ان لايف تمام. من اهمهم ثلاث اشياء، ثيرابوستال داكت سيست، بريكيال كليف سيست، وبراكيال كليف سيست، وسيستيك هايبرومز تمام. وعشان اكون واضح انا حطيت المواضيع اللي بيسالوا عن كل واحد فيهم، فهذا السؤال في اغلب السنوات كان موجود واللي هو انه حطوا لنا بيشنت وكما هو ظاهر الان عنده سيست، وين موجوده هاي السيست؟ في الميد لاين. فاحنا بده يجي يحكي لنا شو الاشياء اللي بتعمل لنا ميد لاين سيست، من اهمها والموست كومن اللي هي الكونجنتال انفيريور نيك ماسز لوكيتد ان ذا ميد لاين الثيرابوستال داكت سيست. شو السؤال اللي بيسالوه؟ وانا هين حاط الاسئله بالضبط بالتفصيل اللي سالوها، من اهم الاسئله اللي بيسالوها انه ليش بصير الثيرابوستال سيست تمام؟ بصير نتيجه لشيء مهم جدا انه بيكون ما في عندنا بس عشان اكون انه بس اليمنت او بيرزنت الثيرابوستال تراك تمام؟ هذا هو السبب الرئيسي لحدوث الثيرابوستال سيست. الثيرابوستال سيست والسيست بشكل عام اذا سالونا شغلتين فقط بدك تفحصهم في النيك ماسز او تعملهم في الفيزيكال اكزامينيشن يو اسك ذا بيشنت شو هم؟ سوالو وبروتروت جنرال احسنتم. وبالتالي احنا لازم اسك ذا بيشنت تو بروتروت ذا تن اند تو سوالو. هذا الشيء شو بيساعدنا؟ اننا نعرف انه ثيرابوستال سيست موفمنت ابورد وذ ذا تنج بروتروجن، هاي النقطة الأولى اللي لازم نكون عارفين عنها، وأيضا التريتمنت سيست ترانك بروسيجر. فعشان هيك أنا عشان نكون نعطي الخلاصة، هي موست كومن تايب وهي ناتجة عن ريمينت اوف ذا ثيروبلوستر تراك ما هاي، والنقطة الثالثة التريتمنت سيست ترانك بروسيجر وعشان نفرقها إنها ات موفز ابورد وذ ذا تنج بروتروجن على عكس غيرها اللي الآن راح نتحدث عنها تمام. نيجي نحكي عن هذا الطيب، هاي سؤال سمعت نفس كوبي بيست ما غيرتش فيه، كانوا حاطين لنا زي هيك حكوا لنا انها بينلس سويلينج، شو هاي ثيروبلوستال هاي. النقطة المهمة جدا نتذكر انه البروسيجر لازم نقيم فيها الهايويد بون، لأنه إذا ما قمنا الهايويد بون راح ممكن يصير في ريسك اوف ايش ريكارنس تمام. أيضا حكينا إذا زدنا ثيروبلوستال تراك البوسيبل كومبليكيشنز فيستولا انفكشن مالينا ترانسفورميشن، بحكينا انه شو البرزنتيشن الايج الاغلب
المصدرين مختلفات، سيرجيكال ريكول بيحكي عن 5، دراك بيحكي عن 15، مش مهم، المهم نتذكر سيستك سيستران بروسيجر، تمام؟ ننتقل لموضوع اخر واللي هو سيستك هايبروما. سيستك هايبروما من باب الامانه واحد من اصحابي كان عنده سيستك هايبروما وانا كنت ولا بحياتي سامع عنه، تمام؟ فاجى قال لي، وطبعا البيشنتس بيكونوا يعرفوا عن المواضيع اكثر منه، فاجى قال لي عندي سيستك هايبروما، فانا ما بصدق طالب طب اقول له ما بعرفش سيستك هايبروما. فعملت اكثر شيء بيسك في النولج تاعي اللي هو ايش؟ اي تاتش ذا ماس، تمام؟ ولما عملت لها تاتشنج لاحظت انها ايش؟ فلويد فيلد. وبالتالي النقطه الاولى بالسيستك او خلينا نعرف يا صاحبنا انها فلويد فيلد، لاحظت انه هي فلويد فيلد، هاي النقطه الاولى. والنقطه الثانيه انها المرات بتكون هي غالبا ما بتندر، عشان اكون واضح، هي ما بتندر وهي فلويد فيلد، وايضا موجوده في البوستيريور تريانجل. فلما عملت زي قلت اه طبعا سيستك هايبروما، مع اني انا مش عارف عنها ولا اي شيء، ولكن الشيء اللي بدنا نتذكره انه هي فلويد فيلد بينلس لوكيتد ان ذا بوستيريور تريانجل اوف ذا نيك. شو الفحص؟ وانا سالت صاحبي شو الفحص اللي عملوا اياه؟ حكى انه جاب قلم وعلمها وضوى عليها الدكتور اللي هو ايش؟ الترانس الومينيشن تيست، تمام؟ هاي لانها هي سيستك فبالتالي عملنا لها هذا الشيء. بالاخير صاحبي قامها والامور تمام، والشيء اللي بيعملوه انه بيعملوا لها هذا الازاله وبيعمل لها انسجن وبيكيمها، وبالتالي هذا الاشياء اللي بنعرفها عن سيستك هايبروما وبتظهر على الاتش 2. ننتقل لموضوعنا الاخير من النيكماسس والكونجنتال نيكماسس اللي هو البرانكيال سيست. البرانكيال سيست بيسالوا عنه نقطتين مهمات، ليش بصير؟ وليش بصير مهم جدا انه هو ناتج عن انه امبرولوجيكال ريمينانت للسكند بريكال فيلد وبالتالي كليفت اند سيرفايكال سانس. وبالتالي اتذكر كلمه سكند، مهم جدا نتذكر انه ريمينانت اوف ذا سكند. النقطه الثانيه اللي نتذكرها انه هو موجود انتيل، وهذا كان سؤال واضح هيك سالوا عن سالوا عنها تحديدا، وايضا انها داز نوت موف وذ سوالمينج. مين اللي كانت موز وذ سوالمينج؟ تايروس. وبالتالي احنا عشان نستفيد من امتحان الحياه الواقعيه بنعمل المخد بيشنت سوالم، اذا موف ذيس از اثيروس، اذا ما دزنت موف ذيس از ابرانك. النقطه الثانيه اللي بنعرفها ان لما نعمل له اكزامينيشن ميك اكزامينيشن الترا ساوند سي تي ام ار اي، السؤال هاي هذا السؤال بالضبط اللي سالوه، انه شو الامبورتنت ستراكشرز المحيطه فيها؟ الكاروتيد ارتري هو من اهم الاشياء المحاطه فيها وليس الفيشن. ننتقل لموضوع اخر واللي هو الجوتر. الجوتر بطبيعه الحال هو انلارجمنت، وين هذا الانلارجمنت؟ في الثايرويد. ولكن الشيء اللي لازم يكون عارفينه هو قد يكون عندنا سيمبتومز اوف هايبرثايروسيزم او سيمبتومز اوف هايبوثايروسيزم، وليس شرطا او حكرا ان تكون هايبرثايروسيزم او هايبرثايروسيزم. وايضا من اهم الاشياء اللي نذكرها انه الاسباب تاعته من اهمها الجريفز ديزيز والهاشيموتو، تمام؟ من الاشياء ايضا لازم نعرفها انه اذا البيشنت عنده جريفز ديزيز، سالوا هذا السؤال بصيغه واضحه انه اعطيني فور اي مانيفستيشنز لبيشنت عنده جريفز ديزيز. واحد ثيرموبليجيا وشو في كيموسيس. وبالتالي هذول خمس اشياء لازم نضل متذكرينهم يصيروا عند البيشنت اللي عندهم جريفز ديزيز وبريزنتد وذ جويتر. طب اذا اجى البيشنت بريزنتد وذ جويتر، تمام؟ شو بنتوقع اشياء ايضا يشكو منها؟ رح يشكي من ديزنيا ورح يشكي من ديسفيجيا، تمام؟ ويزنج في بعض الاحيان. طيب عشان نستفيد اكثر هذا سؤال اخر ممكن يجي واللي هو يجيبوا لنا هذول الصورتين تاعهم هذا الانسان ويقول لنا انه شو الشيء اللي عند البيشنت او شو لاحظ؟ بدايه صار في عنده تغير في لون وجهه اللي هو ايش بسموها بلوثريك فيس، تمام؟ شو سبب هذا البلوثريك فيس؟ من اسبابه المهمه ثراسيك ارتريس اوبستراكشن اللي هي سببها ايش تحديدا؟ انه البيشنت عنده ريتروسترنال جوترز ادت الى انه يصير في عندنا هاي الهاي. شو اسمه هذا الساين؟ فيجي يحكي لك واتس ذيس ساين؟ بيفرتون ساين. شو سببه؟ انه لارج ريتروسترنال جوتر causes venous distension over the necks and difficulty breathing، تمام؟ وهذا تحديدا الامعاء بعد ما يرفع ايده لفوق، تمام؟ هذا ايش؟ بيفرتون ساين. هذا ما كان موجود بالسنوات من باب التوضيح، ولكن بس مكتوب عنه فقره صغيره فقد يسالون عنه، ومهم جدا في حياتنا العمليه ايضا. نقطه الموضوع الثاني وهذا هو الهاي بيحكي لنا انه this is goiter، شو الامبورتنت سايز تو بروف اتس اوريجن؟ اللي هي ان نشوف ان لها موز وذ سوالوينج، تمام؟ انها موفينج وذ سوالوينج. ايضا ان الريسكس او الاشياء اللي بتخلينا نفكر بالمالجنسي هورسنس اوف فويس ديزنيا والديسفيجي، تمام؟ اخيرا بدنا ننتقل لموضوع اخر واللي هو هذا اهم موضوع، تمام؟ هذا هو سؤال سماك الفكره في هذا الموضوع وركز عليه الدكتور دبام انه لازم تعرف بعد ما تعمل للبيشنت سيرجري
ومن مضاعفات الجويتر والاشياء اللي ممكن تصير، خمس اشياء تذكرها بعد السيرجري اللي ممكن تصير عند البيشنت، اللي هم زي ما حكى لي السنه اللي امبارح، اللي هم ايش؟ 3 اتشز وايش؟ وموند وستار. بالضبط. وبالتالي شو هم ال 3 اتشز؟ زي ما حكيت اللي هم ايش؟ الهايبوكالسيميا، هيماتوما، بالضبط، هورسز اوف فويس. وبالتالي هيماتوما، هورسز اوف فويس، هايبوكالسيميا، هذول الثلاثه ال 3 اتشز مهمات جدا تتذكرهم. بعدين في عندنا الووند انفكشن، وفي عندنا النيكوزماتيك اللي هي وجود السكار. وبالتالي ثلاثة اتشز اتذكروهم ما هم المخطوط، هورسز اوف فويس، هايبوكالسيميا، واللي هو هيماتوما. نحكي عن موضوع هون سريعا، انه بيجي بيحكي لك انه منشن ثري سيرجيكال كوزز اوف هايبرثايروديزم، تعرفوا اسباب الهايبرثايروديزم منهم الجريفز، توكسيك مالتيوديولار جويتر، او عندنا سمبل بناين ثايرويد ادينوما، انه حكى لنا انه اذا نت تريتد شو الشيء اللي بنخاف منه؟ ثايروتوكسيك ستورم، وهاي اللي هي الاشياء الرئيسيه. هذا السؤال اللي هو انه تاثيره على الكارديو فاسكولار سيستم، زي ما بنعرف انه بما انه في هايبرثايروديزم رح يكون في عندنا تاكيكارديا. هاي التاكيكارديا على المدى الطويل رح تؤدي الى عده مشاكل، من اهم هاي المشاكل انه يصير في عندنا دايليتد كارديوميوباثي او لايت هارت فيلير وذ بولمري هايبرتنشن. ننتقل لهم بس احكي لهم عن السوبيريور. احكي لهم الفكرة انه بتحكينا يا سند انه لما تعمل البروسيجر بتعتمد على اللوب اللي انت عملت فيه البروسيجر، فاذا انت عملت للسوبيريور او السوبرفيشال بارت او السوبيريور لوب، ايش بكون المشكلة او الانجري بالنيرف انه واحد تحديدا؟ السوبيريور نيرف. بالضبط. واذا كانت بالبلو او غير السوبيريور ايش بتكون؟ ريكارد. فهمتوا هاي النقطة؟ وبالتالي النقطة اللي نوضحها انه انت لما تعمل السيرجري اعتمادا على اللوب الانفولف، اذا كان السوبيريور بكون انجري في اللي هو السوبيريور لنجرب، اذا كان في هاي بكون في ايش؟ بقول لك شو ناتج عنها السوبيريور بيعمل ديبنينج اوف فويس. بالضبط. اوبرا فويس. فورس. فورس. 100%. لان سببها كثير. بالضبط. وكتبتها بالديل كلينيكال نوتس لانها هي مهمه زي ما قلت. بالضبط. الهايبوكالسيميا، وهي ايضا سالوها بالرغم انه كيف بدك تعرف انه البيشنت عنده هايبوكالسيميا، تو امبورتنت ساينز، شوفيستيك ساين وتروسو ساين. ومهم جدا، وهي هي النقطه اللي لاحظتها في السنوات، انه اذا جاب لك هاي الصوره وقال لك انه وات از ذس، تقدرش تحكي له هاي تروسو ساين، بس احكي له هاي كارفو بيدل سبازم، ذات انديكيتس انه البيشنت عنده ايش اللي هي تروسو ساين. النقطة الثانية شوفيستيك ساين، انه لما نيجي نعمل تاتشنج لهي المنطقة بصير عنده هاي الحركة تحديدا، لازم نكون عارفينها، وهي هاي انديكيشن فهاي دول كلياتهم انديكيشن البيشنت عنده ايش؟ هايبوكالسيميا. اتذكرهم شسوس واللي هو ايش؟ و ممتاز. ايش يعني نوصفه؟ كاربو بيدر سباز، هي النقطة اللي لازم نحكيها. تمام. ننتقل لموضوع، واحنا في دوامنا لاحظنا انه هم دقوا الباب ولا الشيء اللي اجى بيشنت ادمتد تو ذا هوسبيتال كان عنده شيء اسمه طبعا هاي لها بالسنوات وكان موجود، بس هيك فقره بسيطه عنها، اللي هو كاودد بادي تيومر اللي هو كيمو دكتورم. كانوا كانت حصاله راح يجيبوا لنا هاي الكيس. تمام. يحطوا لنا هذول الصورتين ويحكوا لنا انه البيشنت بريزنتد وذ هولسنس نبنس ان ذا تايم سور ثروت وسوالفينج بروبلمز. بدنا نفكر انه من الديفرنشال دايجنوسيس ممكن يكون عندنا كاردد بادي تيومر. تمام. شنو الكاردد بادي تيومر؟ هي عباره عن تيومر المنطقه الرئيسيه اللي بصير فيها هو ان ذا كاردد تريانجل اوف ذا نيك. تمام. بريزنتد اكثر في الايج اوف 40s. هي بتكون المشكله ارايزز فروم ذا كيمو ريسبتور سيلز. تمام. هذا موضوع كثير دقيق وعالي، ولكن لانه اثناء وجودنا بالدوام الجراحه بيشنت ادمتد مع هاي الحاله، فممكن يصوروه ويجوا يحطوا لنا سؤال بالامتحان، فما نكون عارفينه اذا كان سؤال كثير صعب، ولكن وجب اني احكيه عشان الامانه العلميه. ايضا من الاشياء اللي ممكن نلاحظها انه البيشنت ممكن يصير عنده سليفري جلاند بروبلم، واللي من هاي البروبلمز انه يصير في عنده سيالوثيسيس، واللي هي انه يصير في عنده ستون في السليفري جلاند وتحديدا السب مانديبولوم. فاذا صار في ستون وقد امباكتد هناك وصار فيها انفلاميشن راح تعمل لها سايلدينايتس. هاي سايلدينايتس البيشنت راح بريزنتس وذ ايش؟ بينفول سوينج فول تيستينج ديسشارج. هاي النقطة الأولى اللي بنعرفها بالهيستوري. حكينا له إنه هاي ايش؟ سايلدينايتس. شو السؤال الثاني اللي بيسألونا إياه؟ شو الريسك فاكتورز لها؟ رقم واحد من أهم شو اللي هو ايش؟ إنه ديهايدريشن. أيضا مهم جدا نحكي له إنه التروما، السموكينج، الأنتيكولوجيك ميديكيشنز هم ريسك فاكتورز لها. السؤال الثاني اللي بيسألوه الثالث عفوا اللي هو ايش الانفكتنج أورجانيزم؟ ستافيلوكوكس.
وايضا لازم نتذكر انه موست كومن هاي الستونز جت امباكتد او بتكون متواجده وين؟ في السبماندبولر جلاند. ومن باب التوضيح بس عشان تكون فاهمين ليش هي بتصير هيك، لانه السبماندبولر بطبيعه الحال السكريشنز تعاكس الجاذبيه، وبالتالي بصير فيها صعوبه يتطلع لفوق، وبالتالي مور كومن انه يصير فيها ايش الستونز. فعشان تحفظوها هي مور كومن في اللي هي وارتون داك لوكيتد ان ذا سبماندبولر جلاند، ايضا قد تحدث في البرد الجلاند. ومن مشاكل البرد الجلاند هي المشكله التالية، اذا ما لاحظ هي سؤال سنوات ان البيشنت كان عندها بينس سوينج على عكس الحاله الاولى كانت بينفول، وهي موجوده واضح انها لوكيتد في البرد الريجن جلاند. ايش هذا الشيء؟ هذا عباره عن تيومر بالسليبري جلاندز، وهو الموست كومن اللي هو اسمه ايش؟ بليومورفيك ادينوما. تمام؟ وين بصير؟ بصير سوبرفيشال لوب اوف ذا بارتو دي جلاند، وبالتالي اللي بنحفظه سوبرفيشال جلاند بارتو دي جلاند بصير فيها تيومر ايش نسميه؟ بليومورفيك ادينوما. شو كان السؤال اللي سالوه بالامتحان؟ حكوا لنا شو هي البرثوجنوميك فيتشر اللي بتلاحظها في هذا النوع؟ هي الميكزوماتس ابيرنس كارتج باك. وبالتالي النقطة الأولى إنه موجود بالبارتو دي جلاند بينلس سوبرفيشال لوب أوف ذا بارتو دي جلاند تحديدا، الشيء اللي بتقولوا له هي الميكزوماتس أبيرنس كارتج باك. شو الكومبليكيشنز؟ فيشل نيرف بالسي، مهم جدا نتذكر إنه بيعمل فيشل نيرف بالسي بليدنج انفكشن. شو التريتمنت؟ سوبرفيشال باراديوتكتوم. تمام؟ بنجيب البارتو دي جلاند تمام؟ وتحديدا السوبرفيشال. ننتقل ل راح امشي الان سريعا بس هيك مختطفات. تمام؟ النقطة الأولى اللي بدنا نعرفها انه عندنا البريولوجي مهم جدا تعرف تقرا اليورين اناليسيس، مش بس بريولوجي بحياتك. اليورين اناليسيس مقسم الى ثلاث جزئيات رئيسية. الجزئية الأولى فيزيكال اكزام لليورين، ومن ثم كيميكال اكزام لليورين، ومن ثم مايكروسكوبيك اكزامينيشن لليورين. النقطة الأولى اللي ممكن تسألها بالأوسكي يحكي لك قديش مقدار اليورين الكافي اللي تطلب من البيشن؟ تطلب منه 30 مللي. إذا إجا حكى لك قديش انت البيشنت او شو الاشياء اللي تتوقع تشوفها بدايه بالفيزيكال اكزام، بدك تعلق على ثلاث اشياء رئيسيه: الكلر، الاودر، والتربيديتي. ومن ثم بدك تعلق عليه كيميكالي، ولكن كيميكالي شو الفحص اللي بيساعدك انك تفحص اليورين كيميكالي؟ ديبستيك. ديبستيك. وبالتالي بدك تعمل ديبستيك عشان تقدر تعلق على اليورين كيميكالي. من اهم الاشياء اللي تعلق عليها البي اتش واليورين سبيسيفيك جرافيتي، والان راح اتحدث عن اليورين سبيسيفيك جرافيتي بتفصيل بسيط، ومن ثم المايكروسكوبيك اكزامينيشن. هاي من الاشياء اللي لازم تكونوا عارفينها. نيجي نحكي انا هذا الوحيد الشيء الوحيد اللي بدي احكي عنه لانه مش كثير منا فاهمينه كويس اللي هو السبيسيفيك جرافيتي. السبيسيفيك جرافيتي اهم نقطه تكونوا عارفينها النورمال فاليوز، لانه انت اذا ما قرات الفحص ومش عارف النورمال فاليوز مش هتعرف تعمل ولا اي شيء. النورمال فاليوز من 1.005 ل 1.030. شو الفكره من اليورين سبيسيفيك؟ هو انه عباره عن مقياس الدنسيتي اوف ذا يورين على الدنسيتي اوف بيور ووتر او بيور ووتر. تمام؟ وبالتالي هو قياس اليورين دنسيتي اوفر بيور ووتر. الشيء اللي بدنا نتذكرينه انه النورمال ليفلز 1.005 ل 1.030، اذا صار في عندنا خلل، اذا كانت اكثر من هذا الرقم يكون الشيء ناتج عن فوليمونس هارت فيلر او بريزنس اوف لارج مولكيولز جلوكوز او غيره. اما اذا كانت لو يورين سبيسيفيك جرافيتي هي بتكون ناتجه عن رينال فيلر او دايبيتس انسيبيتس. تمام؟ الشيء اللي ايضا بنتذكره وجود الجلوكوز في اليورين. تمام؟ اذا كان في جلوكوز في اليورين، شو الشيء اللي ممكن يعمل لنا جلوكوز في اليورين؟ شغلتين. شو المهم؟ ايش؟ هسا انا وسؤال دائما نتناقش عن النقطه اللي هو انه اذا حكيت دايابيتس هذا جواب غلط، وانا بحكي له جواب غلط، ليه جواب غلط؟ هل كل بيشنت عنده دايابيتس راح يصير عنده جلوكوزيوريا؟ لا، هو البيشنتس اللي عندهم هايبر جلايسيميا 2 دي ام صار عندهم هاي الحاله، وبالتالي مش كل بيشنتس الدي ام هذا. طب النقطه الثانيه بدنا نكون عارفينها انه قديش مقدار الجلوكوز اللي لازم يكون موجود عشان يصير فيه جلوكوزيوريا؟ ايش المقدار بتاع الجلوكوز اللي لازم يكون في الدم؟ 180 بالضبط، 180 150. اذا وصل الجلوكوز ليفلز بالبلد 150 180 بصير في عندنا اللي هو ايش؟ جلوكوزيوريا. طب بدي سبب ثاني غير الجلوكوزيوريا وهذا موجود بالسلايدات بس انا ما حددته وش هو. فانكوني سندروم. في شيء اسمه فانكوني سندروم يؤدي الى حدوث بروكسيمال تيوبيولز ديسفانكشن، ونتيجه لها بصير في جلوكوزيوريا. وبالتالي لو اجى سؤال بالامتحان وسال عن الجلوكوزيوريا بكون هذول هم التو مين كوز. ننتقل لموضوع سريع اللي هو اليورينري ريتينشن. اليورينري ريتينشن زي ما حكى الدكتور وهدان، ما بعرف اذا بتعرفوه على اليوتيوب، الدكتور وهدان بيحكي لنا انه بيجي البيشنت عندك على العياده يشكو من انه هو عنده سترونج ديزاير تو فويد.
ولكنه هي از ان ايبل تو فويد. شو سبب في هذا الشيء؟ احدى ثلاث اسباب، ان في اما في عندنا بلدر اوتلت اوبستراكشن، او انه اليورينري بلدر مسل از نوت كونتراكتنج انف او ان ذا جود او الانف واي، او انه عندك مشكله نيورولوجي. تمام، نيجي نبلش وايش اللي بدنا نفهمه، كيف تفرق ما بين انه البيشنت عنده يورينري ريتينشن وعنده رينال فيلر؟ كيف صح، اذا حطيت كاتيتر شو رايك لازم يطلع في حالات اليورين ريتينشن؟ يورين. اذا ما طلع يورين معناته البيشنت عنده ايش؟ رينال فيلر. تمام، وبالتالي الشرط الرئيسي في حالات اليورين ريتينشن انه البيشنت عنده يورين بالبلادر بس هو مش قادر يطلعه، على عكس حالات الرينال فيلر انه ما عنده يورين. تمام، طب شو في فحص ثاني ممكن تعمل عشان تسالك؟ لا ما بدي اسال عن نقطه ثانيه اللي هي كيف ايضا تقدر تفرض اذا ما عندك كاتيتر او ما بتعرف تفرض الكاتيتر؟ التصاعد، تعمل التصاعد من اليورين بلادر، اذا لقيت فيها يورين معناته هاي كيس اوف يورين ريتيشن. الاشياء اللي بنذكرها من اليورين ريتيشن زي ما حكينا هي بدايه عنده ديزاير تو فويد، في عنده يورين بالبلادر بس مش قادر يطلعه. شو الاسباب؟ من اهم الاسباب اللي احنا بدنا نعرف كل شيء ولكن ما بنعرف شيء اسمه فيموسس، ركز عليه الدكتور وهدان وحكوا لنا عنه بالمحاضرات، ان الفور سكين اللي مغلف للناس فينس از نوت ريتراكتنج، ونتيجه لهذا الكلام ذا بيشنت از ان ايبل تو جيت ريد اوف ذا يورين. النقطه الثانيه عند الفيميلز من الاسباب انه يكون عندها ريتروفيرد جرافيد يوترس، هاي من الاسباب اللي ممكن تؤدي الى حدوث حالات اللي هو انه يصير في يورينال ريتيشن، ايضا بلادر اوت اوبستراكشن هي الموست كومن كوز. الاشياء اللي بنتذكرها وسؤال السنوات كان كالتالي، حكالك انه او جاب لك صوره بيشنت مركب له سوبرا بيوبيك كاتيتر، الكاتيترز سوبرا بيوبيك او النوع الثاني هو الفلوس كيف ضغط، تحديدا السوبرا بيوبيك شو الانديكيشنز له؟ ليش كانوا كان السؤال انه ليش احنا مركبين له الكاتيتر سوبرا بيوبيك؟ ليش ما ركبنا له كاتيتر عادي؟ الفكره انه قد يكون صار في عنده فيلير في تركيب النوع الاول، والاسباب الفيلير اوف ذا ريفر كاتيترايزيشن هي تحديدا ومن اهمها انه يكون البيشنت عنده يوريثرال ستكشرز رقم واحد، او يكون عنده بنال بروستاتيك هايبربليزيا. هذول العاملين راح يؤدوا الى انه البيشنت ما يستطيع انه يركب له يوريثرال كاتيتر، فالبديل له سوبرا بيوبيك كاتيتر. النقطة الثانية انه يكون في عنده كونتر اندكيشن يركب له يوريثرال كاتيتر. ايضا من الاشياء اللي بدنا نكون عارفينها، انا مش حابب امشي بسرعه واذكر الاشياء المهمه، انه في عندنا اكيوت تايب وكرونيك تايب، بس اتذكروا انه التفريق ما بين الاكيوت والكرونيك يعتمد بشكل رئيسي على وجود البين. اذا في بين this is an acute case، اذا ما في بين this is a chronic case. تمام، ننتقل لموضوع اخر سريعا واللي هو الجست بنال بروستاتيك هايبربليزيا. تكمن اهميته انه كومن، مش دائما لما تعمل البروستاتيك سبيسيفيك